المشكلة أنا أعتقد معقدة، مو سبب واحد أو سببين أو هذا الطرف أو ذاك الطرف، وهي مجموعة من كل الجوانب. طيب اللي أنا إذا أتحدث عن وقتي، المحافظة ما كانت تعاني من الجانب المالي، يعني أكو مبالغ متوفرة بالمحافظة، لكنه هذه المبالغ شلون نعمل المشاريع؟ المشاريع كما تعلمون تأتي من الدوائر المعنية، يعني أبو البلدية يقدم مشاريعها، والمجاري يقدم مشاريعها، والزراعي، وكل الدوائر المحافظة هي تقدم مشاريعها للمحافظة، والمحافظة بعد أن تدرسها ترفعها إلى مجلس المحافظة، ومجلس المحافظة إذا اقتنع بها أنه يرجعها للمحافظة، والمحافظة تدرسها إلى وزارة التخطيط، وهكذا وزارة التخطيط إذا ماكو تعارض مع مشاريع اتحادية تدرسها إلى وزارة المالية وتحدد المبالغ. هذا يحتاج وقت. كان سبب من الأسباب مثلا الموازنة تقريبا كل سنة تتأخر، يعني تقريبا بشهر الرابع يلا تقرر. لكن بالتالي كانت اكو اموال يعني ما بعد 2014 مشكله اغلب المحافظين ما كانت عندهم اموال كما يعبرون ويقولون. بس انا ما عندي علم بهاي، لكن اقول الاسباب اللي المفروض حتى المحافظه تبنى بالمستوى المطلوب اكو اسباب متعدده. لذلك اذكر هذا السبب، مو معناها واحده. هذا سبب وسبب ثاني وثالث ورابع وخامس، مجموعه هاي الاسباب. ولذلك ايراد حلول لهذه الاسباب. فمثلا اقول الموازنه تتاخر فتقارب بالرابع بالخامس، والشهر 12 ما يصير عمل بعد، تغلق الحسابات ختاميه، فانت عندك سنويا تقريبا 6 أشهر 5 أشهر فقط عمل. هذا سبب من الأسباب. السبب الآخر أنه المحافظة يعني بوقتي ما كان قانون 21 مشرع، اللي هو إعطاء الصلاحيات للدوائر بيد المحافظة. سابقا كانت الدوائر وزارات الاتحادية، للوزارات الاتحادية، ولذلك كثير من الأمور أنت ما تقدر تسويها كمحافظ، لازم الوزارة توافق. إضافة إلى ذلك مسألة التعيين، يعني إذا أريد أجيب أمثلة عليها، التعيينات هم اتحادية مو تعيينات، حتى لو عندنا فلوس بس أنا ما أقدر أعين مهندس، والدائرة الفلانية تحتاج مهندسين، فنبقى محتاجين إلا إذا الحكومة الاتحادية هي اللي تعين. سبب آخر، أنا حقيقة بقيت بالمحافظة أقل من 2 سنين، يعني مو 4 سنوات، أنا جيت ملحق لمحافظ قبلي وأقل من 6 سنين، ومع ذلك إضافة إلى بقية الأسباب، يعني أنا موقع أكثر من 1149 مشروع في البصرة، يعني إذا قسمها على الأيام اللي باقي أنا بها بالمحافظة، يعني كل يوم أنا نسوي 3 مشاريع، وهذه مو قضية سهلة أنه أنت باليوم تسوي 3 مشاريع.